أكتر واحد يكبس أعطيه مشرخ الكبسة كبيسو كنا نتكلم عن ايه؟ كنا نتكلم عن الطعمية والملوخية المصرية. كان ودي قال لي ده انت تعشيت طعمية؟ طعمية يعني ايه؟ خبز. سلام، ما حطي رد على السؤال بقى، بتكلم مع مين؟ اكتر حاجة تقرفني بجد بقى كيف تاكلوا الملوخية دي مع الملوخية المحرومة. النقط الملوخية دي كأنها مخاط مسوية كده. الملوخية دي روعة، كيف تاكلوها يا اخي وهي هيك؟